الله معكم يا أحباء. تأملنا من رسالة القديس بولس لأهل كورنثوس الأولى الفصل 15 الآية 55، بتقول الآية: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا جحيم؟ بكتير من الأحيان يا أحباء نتواجه بكتير من المشكلات بحياتنا، وفي كتير ناس لما بيواجهوا المشكلات والصعاب بيشككوا بربنا، بيبلشوا يسبوه ويشتموه ومتناسين انه هيدا الرب هو خلص البشرية. لما بيواجه الانسان الصعوبات وبيتحمل الألم بكتير من الأحيان بيضعف، فبيبلش بيشكك بوجود ربنا. بكتير من الأحيان حتى أنا لما واجهت الصعوبات كنت بفترة من الفترات عم بتساءل وينك يا رب، وكان الجواب دايما عم يجي يلي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. لما الإنسان يتعاطى وبيعيش الحياة الاجتماعية مع الناس بيشوف انه في كتير من المشاكل يلي بيعانوها، وهي بتكون هيدي المشاكل سبب لخلاصهم مش سبب لعثرتهم وتشكيكهم. نعم يا أحباء، هيدا الله يلي أعطى الإنسان كل شيء هو عطاء المحبة والإرادة والسعادة، ولما بنختبر قيامة يسوع الحقيقية بحياتنا بنعيش هيدي السعادة الحقيقية والفرح الحقيقي المعطى من اختبار يسوع القائم من بين الأموات. بهيدي الأيام المجيدة بحب لكم المسيح قام، حقا قام. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله قيامتنا جميعا، وإلى نفحة روحية جديدة، والله معكم. إلى العمق نحوك أسير، حيث الصيد ربي وفير، معك اختليت أنا الفقير، بثقة أهبك كل ذاتي، في العمق التقيت بك، في صمت قلبي اختبرتك، تعال الآن بكل ملكك، أنت لدربي أوفى صديق، معك لا أخاف يا سيد حياتي، معك لا أخاف يا سيد حياتي، عندك لا أخاف أن ألقي شبابي في بحر حبك يسوع، معك لا أخاف يا سيد حياتي، أن ألقي شبابي لا أخاف في بحر حبك يسوع. يسوع في بحر حبك، يسوع في بحر حبك، يسوع أجد راحتي وسلامي.